قصدي بقى عندنا طبعا 90 دقيقة مهمة جدا، مفيش استخدام للفريق، مفيش استخدام للفريق الكورة كويس، وأنا متوقع إن الفريق ده هيأدي هنا أقوى من الأداء ده، لأن هنا طبعا عامل الجو وبتاع هيساعد يلعب مفهوم الجمهور، مفيش أي ضغط عصبي عليه غير لما كان الجمهور واخد قضايا عصبية في بلده هناك، فكمان فأنا بقول الماتش اللي جاي ماتش صعب جدا، ولازم النادي الأهلي يحسن في أول الشوط الأولاني إن شاء الله بإذن الله 10/8 يعني. زي ما عملنا كده في 2008. ونتأهل ونتأهل بإذن الله إن شاء الله للدور هذا طبعا. بس مش عايزين نتكلم عن نهاية الماتش إلا لما تخلص 90 دقيقة بتوع. طيب أنا شايف إن نجاح الأهلي في الصعود للسيمي فاينال والسيمي فاينال صعب فاينال ورابع كأس عالم للأندية في ظل الظروف اللي هي توقف النشاط مفيش ماتش. النجاح بيحصل منين؟ يعني هو يوصل مجلس الإدارة يوصل بمنظومة جهاز فني، منظومة لعيبة، منظومة كلها مميز طبعا، منظومة كلها منظومة كلها عندها عزيمة وعندها إصرار إن هي تتواجد على الساحة، فهي دي الحاجة الوحيدة اللي بتعمل ولا في دوري ولا في كأس، فالنهاردة اللعيبة بتاعت شغلهم موجودة في استعدادات كانت أمام لازم يعملوا إصرار، وبالتالي مش اللعيبة بس اللعيبة والمدربين والمدربين ومجلس الإدارة كله، المنظومة كلها عندها إصرار على النادي الأهلي ما ينفعش يبقى بطل بنفس مهما كان الظروف. طيب في ظل نجاح النادي الاهلي ومجلس ادارته في ان هو يحافظ على استقرار هو النادي ويحافظ على الجيل الموجود ده مع بعض تغيير غير لعيب او شراء لعيب في حدود ضيقه يعني في ظل ان مجلس الاداره قادر يعني يسد كل الالتزامات بتاعته الماليه للعمال للعيبه والمستحقين بنلاقي بعض الكلام وبعض المواقف بتتم من وزاره الرياضه او من وزير الرياضه اللي كان السابق او الحالي وتلميحات لامكانيه يقول لك مؤقتا تخش وان في مجلس مؤقت ان المجلس ممكن شايف حضرتك الحاجات دي ممكن تهد استقرار فريق الكوره دلوقتي او تاثر على لا هو استقرار يعني بس مسيره الكوره ان شاء الله ماشيه بصراحه هو يمكن في بس لغط او في بالنسبه لحته اللائحه يعني لغط بالنسبه لحته اللائحه دي هو مجلس اداره النادي الاهلي اعترض على ان اللائحه تنظم العمل اللائحه تيجي من وزارة الرياضة تدخل حكومي يبقى فيها تدخل حكومي ودي مخالفة للمصلحة دي من وجهة نظر مجلس الإدارة. وزارة الرياضة شايفة إن طول عمر الأندية ما تتعامل بلائحة واللوايح والمواد لكن آخر قانون الرياضة عندنا بتاع سنة 75 مولها فكان بيستعينوا عليها باللوايح ممكن لاحقا كان في اللائحة بتاعت الكوادس خاصة وبعدين اللائحة اللي عملها عملي وأخيرا اللائحة اللي عملها كابتن طارق وزير بعد توقعها يعني تعديل بعض لكن هم عايزين اللائحه تبقى منسقه من النادي ويبقى تاخد تعزيز الجمعيه العموميه اللي توافق عليها. ان زي يتم في انديه كبيره جدا زي يعني هو الجمعيه العموميه هي تحط الاستراتيجي بتاعت النادي يعني هو ده النادي النهارده الحكومه ما بتصرفش على النادي فانت النهارده انت بتتحكم في ايه؟ انت مش صاحب ولايه عليا. هي دي لازم يبقى الفصل في الحته دي. انت شايف المخرج من الازمه دي بحكم خبرات حضرتك في النادي والله المخرج من الازمه دي لازم تتحل على ترابيزه التفاهم ترابيزه التفاوضات يعني ما بين الانديه الكبيره زي النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه زي الشعبيه ومع وزاره الرياضه ونشوف والله انت لو تدعي عليا انت مسؤول عني بقى انت لازم تدعمني ماليا ما يجيش النهارده كده انا النهارده انت ما بتدعمنيش ماليا بحاجه ولا النهارده انا عندي 20 لاعب ما بتصرفش عليهم انا بخرج اكثر من مليون هو عمال بقى بصرف على انشاءات وعندي سنويات وعندي بتاع ما تعملش لو انت هنودني وانا تابع ليك خلاص يبقى انت حقك ان انت تعمل لي لائحه فلازم يبقى فيه وانا انا شايف ان هو دي حدها هيبقى قانون رياضه جديد هو اللي هيعدل هو اللي هيبين يعني فيصل يعني العلاقه بين الانديه والجانب الاهلي. مظبوط. طيب اللي بيحصل ده ممكن نقدر نقول عليه او تعامل الوزاره مع الاهلي او اصرارها ان ما تعتدش باللائحه اللي الاهلي بيحاول يعملها دلوقتي وبيحاول ان يعرضها على وزاره الرياضه ان شاء الله انها تصير حسابات. لا انا بستبعد الحته ديت لان مجلس الاداره مجلس اداره النادي الاهلي مش مجلس اداره النادي الاهلي لا انا كنت عايز اقول ما بيعملوش شخصنا بالنوم مفيش حسابات عشان يسافر على كابتن طارق وزير وبالتالي كابتن طارق وزير تاريخ رياضي كبير جدا وداخل عشان يعمل شغل النادي في الوزاره وبين رسمات من ساعه ما ده كان بيعملها وعايز ينجح فمش برضه مش هيخش في صراعات هو راجل بيأدي عمله من وجهه نظر المستشارين والمستشارين في الحكومه والمندوب والوزاره فكل واحد ايه اختلاف وجهات نظر انا شايف لازم يتم تقريب من وجهات النظر يعني
بلد بيمشي على الانديه الفتره.